افكار، خلي الولد يشتغل. افكار دحتويات. تيهته والله تيهته. لا انت بعد جنيت على نفسك. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اليو تي في الفضائية في كل مكان. رمضان كريم عليكم وان شاء الله ينعاد عليكم بدوام الصحة والسلامة. بالبداية وقبل كل شيء خلينا احنا وياكم نبلش باستقبال اول فريق راح يتنافس ويانا، الفريق الاحمر. ضيوف الفريق الاحمر ضيوف جدا مميزين. راح ابدي من اول متسابقة، هي شابة كلش كيوت 24 ساعة تضحك، انتوا تحبوها واكيد احنا نحبها، واليوم راح تتعرفون على تفاصيل جديدة من شخصيتها. طبعا ضيفتنا اشتغلت بالدراما واشتغلت ببرامج كوميدية عراقية جدا مهمة مثل ولاية بطيخ وحامض حلو. رحبوا ويانا بالمتألقة أساور عزت. لازم أساور تدخل ويا الشخصية الأخرى اللي موجودة وياها بالفريق، هو شريك حياتها أيضا. رحبوا ويانا بأركان الصيف. أوه هاي بدايتها هيك أساور، رمضان كريم. نورتونا اليوم بالموسم الثاني من نجوم على نار. شكرا جزيلا. ما شاء الله اليوم منسقين الملابس والألوان والحركات. مبينة أنا منسقين. يعني هو اللي يشوفكم بكل مكان يقول لاقين البعض، وان شاء الله وجهنا يكون خير عليكم، وان شاء الله قريبا جدا نفرح بيكم ان شاء الله ونحضر عرسكم ان شاء الله. ان شاء الله. بس ما تطبخين بالعرس بوقتها؟ اكيد طبعا ما اطبخ. حيخرب. هاي الاكيد ما اطبخ، يعني حتى بعد الزواج هي يعني مو كل شويه المطبخ. بالضبط. واضح جدا. هو احسن مني على فكره من المطبخ. آه. اي يعني انه مرات يساعدني باشياء، مثلا من ينعزمه يجي يمنا بالبيت اكيد ماما طابخه يعني اكيد اكيد مو انت يعني، هو يثرم وياها ويساعدها اكثر مني يعني. انا واقفه هنا من عرفت انا واساور فريق واحد. اول رياكشن سويته اساور، اهم اساور، بس لا للامانه كلش فرحت لان الوحيده اللي ممكن تفهمني بهالدنيا صار. من عرفت اني واركان بفريق واحد طبعا كلش فرحت، لان اني عندي الثقه الكامله باركان لانهم جربته بالمطبخ. احنا اليوم كلش سعيدين انه انتم موجودين ويانا. انتم بالفريق الاحمر اكيد طبعاً. اليوم نتمنى انه تضبطون الطبخه 100% بالمقادير، طريقه التحضير وطريقه التقديم. لا تخافين على اركان. وعليك ما هو انت اللي راح توجهينا الكام، هو راح يوجهني بس تخبصنا يعني بس راح اخبصنا بس هيك اشجعها. زين انتم بالحياه العامه دائما هيك، اذا تجتمعون بالمطبخ هم تبقون هيك لو لا ممكن تصير مشاكل يعني مشاحنات؟ لا اذا نجتمع بالمطبخ هو من النوع اللي يوسخ هواي مواعين، وانا من النوع اللي اوسخ هواي مواعين، فالمطبخ ينقلب منا لهنا مواعين واكل. اسمعوا يا مشاهدين اسمعوا. صحيح هاي وحده طبعا من النقاط المشتركه الهوايه بيناتهم. صحيح انا عليه بس اشتغل نف وراي، فهي همين بس اشتغل نف وراي نظل صافنين عليه. حلو. بعد انا اسوي اكله وهو دا يسوي السلط عود، يعني دا ياخذ مني الاشياء، فالاشياء جاهزه انه انا مثلا دا اسويها فهو يبوق مني الاشياء تعبي ويسوي السلط وما حد بس اليوم انت كل شيء ما راح تقدرين تسوين، بس تنطي الملاحظات. صحيح. من راح يغسل المواعين؟ انت راح تسمعها بس طبعا. هي ما راح تسمعك، ممكن تتعامل وياها بلغه الاشاره. ها حلو اوكي. يلا هاي طريقه جديده حتى تعبرون عن مشاعركم. سويتك هيك يعني غلط. اوكي صح. ويلي يا زين انا اريد اسالك، بما انه اساور يعني مو دائما تطبخ ومو دائما تدخل للمطبخ، ومن تروح لهم للبيت الوالده الله يحفظها هي اللي تقوم بالواجب، ولا مره سوت لك فد اكله جايه على بالك؟ حلو. وش اخبار يا جماعه؟ جد تسوي ونفسها كلش طيب الاكل يعني. زين اطيب اكله اكلتها من ايد اساور؟ ما اعرف اسمها، شنت هاي البوتيتو ما ادري شنو وياها. هو اسمه مثل التبسي، بوتيتي ولحم وجبن. هاي الاكله انت مخترعتها؟ اي هو انا مخترعتها. حلو. وعروق. وعروق جاي. لا اذا هيك يعني اوكي. ومجدره. ها هم طيبين. حلو عبرنا على لبناني جيد اوكي. زين متنوعه. انتم هسه متحمسين تعرفون من منافسيكم بالفريق الازرق؟ اكيد نتمنى لهم كل الموفقين والنجاح. واضح واضح جدا واضح يا جماعه. احنا ايش روح التعاون
أكيد لازم. زين أساور وأركان، إحنا الآن راح نستقبل الفريق اللي راح ينافسكم اليوم بالمسابقة، الفريق الأزرق. هو فريق أبداً مو سهل، وهم كلش رائعين سوية، وإذا اجتمعوا سوية بهيجي منافسة أنا متأكدة إنه ممكن تمين لهم الكفة. يعني شوقتين. زين منو منو ليش؟ راح أقول ليش بعد شوية. مشاهدينا إحنا وياكم وأكيد ضيوفنا بالفريق الأحمر، راح نرحب الآن بالفريق الخصم اللي هو الفريق الأزرق. طبعاً أول ضيف ويانا بالفريق الأزرق هو مطرب جداً مثابر، راح أقول لكم ليش مثابر، لأن هو شارك ببرنامج الأغنية الشبابية، وأيضاً شارك ببرنامج عراق ستار، شارك كملحن ببرنامج مثلث النجوم، وطبعاً شارك ببرنامج ذا فويس وملتقى الأصوات العربية، وأكيد هو اللي أقنع القيصر كاظم الساهر إنه يبرم له الكرسي. إحنا وياكم نرحب بالمطرب الشاب زيدون حسين. مرحبا. احنا كان يفترض انه نقدمكم كل شخص وحده، بس اكيد انتم دائما مجتمعين. ردت فعلي من عرفت شهد وياي بالفريق طبعا كلش فرحت، لانه هي طباخه كلش ماهره واكلها طيب بصراحه. ردت فعلي من عرفت انا وزيدون بفريق واحد اكيد كيفت، لانه اريد زيدون بس اريد اخذ هاي اللحظه اللي زيدون يسمع بيها كلامي، هذا هدفي. سعيدين جدا اليوم موجودين ويانا. شكرا جزيلا. بس انا كنت اتمنى انه ان وياكم صراحه. وطبخ مش عارفه ثلاث اسابيع ما في بس احنا المشكله 24 ساعه يعني 24 ساعه تعارك ويا ان ويانا المشكله يمنا انه قانون البرنامج يقول كل فريق بي بس اثنين. اي فانتوا اليوم اجيتونا ونورتونا. شكرا جزيلا. على بالي ماكو عركات كان طلعنا. لا راح اتعارك وياكم مو يؤن. اوكي. هي حلقه المفاجآت صراحه، هي بلشت هيجي من دخولكم. المشكله شايف صديقتي وزيدون هم صديقي، يعني شلون؟ بس احنا اليوم ما عندنا اصدقاء ولا عندنا حبايب ولا معارف، اليوم منافسه. التعاون بيناتنا. ان شاء الله. روح التعاون. اصدقاء خطين. الصداقه نعوفة على صفحه اساسا. كاميرا ورا الكواليس، مو كاميرا ورا الكواليس. والحبكيات نعوفن على صفحه. نسيناهن اصلا، عفناهم من البيت. اوكي. الله يستر. فكره البرنامج فكره جديده وسهله بنفس الوقت، بس يمكن راح تلاقون شويه صعوبه بيها، ليش؟ لان المطبخ دائما هو للنساء. بس هالمره الرجال هم اللي راح يطبخون، وانتوا راح تنطون المقادير طريقه التحضير. الله يستر. هم راح يسمعوكم بس ما يقدرون يحكون وياكم، انتم ما تسمعون. هاي نقطه كلش زينه. اول مره زيدون حيسمعني بدون ما يحكي. الله الله. لا 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 هذا مو طبيعي، هذا اليوم حيصير طبيعي فعلا. اوكي. اليوم كل شيء راح يكون اكيد عفوي، وحلقتنا لهذا اليوم راح تكون مليانه مفاجآت انا متاكده، لانه فريقين ابدا مو سهلين بصراحه، وكل واحد بيهم يقول اليوم انا اللي اربح والفريق الخصم هو اللي يخسر. ما نعرف الكيف وين راح تميل، للفريق الازرق لو للفريق الاحمر. زين هسه انا راح اقول لكم انه صار وقت تغادرونا. اوكي. الرجال مو انتم. وطبعا هم اثناء ما راح يتوجهون للغرف هم بس راح يشوفونه، ما راح يسمعونا ولا راح يقدرون يحكون ويانا، انتم راح تبقون ويانا. تمام. واكيد انا وانتم مشاهدينا صار الوقت اللي لازم نستقبل بيه. ايضا هو نجم من ضمن النجوم الموجودين ويانا بالبرنامج، وراح يكون موجود طيله شهر رمضان الكريم ببرنامج نجوم على نار الموسم الثاني. احنا وياكم خلينا نرحب بشخصيه تابعتوها على اليو تي في كلش حبيتوه وتعلمتوا من عنده اطيب الاكلات الشرقيه والغربيه واحلى الحلويات. خلينا نرحب احنا وياكم بشيف خلدون. أهلاً. 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 رمضان مبارك. أهلاً. رمضان مبارك عليكم إن شاء الله، الفريق الأحمر والفريق الأزرق. طبعاً حياكم الله مشاهدي متابعي برنامج نجوم على نار الموسم الثاني، والأطباق لهذا اليوم راح تكون متنوعة وحلوة ولطيفة.
بالبداية ركزوا. طبعا أكيد رمضان مبارك. لازم تركزوا. رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. نبلش بالأكل اليوم راح تكون عندنا شاورما لحم. أوكي. قص لحم يعني. أي. وأنا ما أعرف أسويه. أوكي. يعني أنا ما أعرف أسويه. علمني قبل. أوكي. على مدى سوية. تمام. قص اللحم اليوم راح يكون متكون من لحم مقطع وكامل. زين. أكو عندنا بصل بصلاية واحدة راح يقطعها هو. بالإضافة إنه ما راح يكون بهلية. لذلك استبدلتها بالزبده. اوكي. الزبده راح تكون اول شغله يخلي الزبده. اول شغله يخلي الزبده. خلي الزبده أوكي. ويخلي وياها شويه زيت حتى لا تحترق الزبده. تمام. يعني هي متبله؟ لو هو اللحم متبل لازم اللحم بعدين راح يتبل. اوكي. هسه نبدي خطوه خطوه. هاي البدايه. ونقول احنا فايزين. خطوه خطوه. لا هي بسيطه. اول شيء الزبد. خلينا الزبد. زين. خلينا الزيت حتى لا يحترق الزبد. بعدين شو نخلي؟ نخلي اللحم البصل عفوا بصل. يتقطع أوكي. يقطع ويتخلى ويتخلى اللحم ينحمس أوكي. ينحمس فتره أي. حتى يتغير اللون مالته يجي يسوي الصلصه اوكي اللي أوكي. هي راح يكون بها الراشي الخل اللبن بهارات اللحم عفوا تمام هسه اول شيء يعني يحمس البصل واللحم أي. وبعدين يبدي بالخلطه آه. اوكي بعدين يصب الخلطه عليها أي. ويقدمها يعني مو يتبل اللحم وبعدين يسوي لا لا, لا. لا حتى نختصر الوقت حتى يستوي اللحم وحتى نستمتع بالصلصه الله خلصنا من هذه الاكله نفس المكونات الصلصه الثانيه اللي هي الطحينه هم اكل لبن راشي وشويه حامض وشويه ثوم صلصتين وايه هيك كل شيء وايه الصلصه الثانيه بشنو يعني بالنهايه هذا كجارنش او ك يعني نوع من الاطباق الجانبيه اللي يطلع لازم ويا الشاورما راشي لبن لبن حامض ثوم هاي كل باقي الملح لبن حامض وثوم تمام بدون بهارات بدون ملح بدون بهارات ملح حيمكم انتم اوكي زين والاساسيه ما بيها لبن وهالحركات لا شلون بيها لبن يعني على النار نخلي اللبن بيها لبن بيها خل بيها راشي شيف خلدون انا بس بدي اسالك انت متفائل احنا راح نتغدى اليوم والله كل الاحوال كنت ملو لبن انا بعد ما اكو شغله واحده اكو انا مقصص لكم مثلث مال خبزه هاي لازم يقليها يقلي الخبزه هاي كلها بشقيت زين ليش ما يشويها للخبزه اسرع لا اوكي بس يقليها هم بالزبد والطبق موجود ممكن زيت ممكن يعني اللي بيت بس اكو شغله اهم من كل هذا اللي نحكي انه اكو تقييم درجات أوكي. معينه راح يتقسم من شيف خلدون بالنهايه والثاني اللي اشوفه يعني أوكي. جيد واللي اشوفه بعد يعني ممكن انه اساعده شويه تمام اوكي تمام انا اشيله يعني راح يكون موجود اي اطمئن اكون موجود اطمئن زين المقادير مال ملح كله شيء كله كامل كله يعني موجود يعني ايش قد يخلي ملح تقريبا يعني تتخيل يعني انا غششك بملح يجوز يعني يعني عرفت الطبخه كلها انا قلت يعني كابتن انت تحب مالح متوسط هاي يمك وانت راح تقيم غير عقده اختك هاي يمك بعد يمكم زين واللحم راح يستوي بس ويا الزبد لو نسلقه وبعدين لا ماكو سلق حمس مو على مود الوقت لا لا حمس على مود الوقت حمس حمس خليكم الامور كلها خفيفه ترى هيك اللحمه كلش رفيعه تمام حتى لا يتاخر سهليكم الامور كلش كلش ان شاء الله موجود يعني في حال احتاجيته مساعده راح يدخل ثانيه راشي ولبن ولبن وحامض وثوم وثوم بس اي وملح شويه طبعا راشي ولبن وحامض انا بس اريد بس اريد ثلاث اشياء سواء اللي هو الراشي واللبن والحامض باوعونا هم ما يسمعونا وما يعرفون ايش يصير هنا اوكي قول اوكي اي انت قول اوكي الله يستر ان شاء الله بدايه مشرقه بالتفاؤل ان شاء الله نتمنى اكيد شيف خلدون احنا راح نشوفك بعد شويه اكيد اكيد وراح تحتاجونا اكيد اكيد 100% انا اقول لك 100% راح يحتاجوك هواي ان شاء الله ان شاء الله عينك على احمر اكثر ان شاء الله موافقين الاحمر والازرق يعني انا بس موافقين الاحمر والازرق تمام يا ريدي تشي همه همه يريد شيف الله يتركم بعد شكرا لك شيف خلدون شكرا جزيلا ما دا اشوف منافس ما دا اشوف منافس يعني انتم حطوا بالمنافسه بيناتكم وعركه نسوان وترقى والمقادير طريقه التحضير طريقه التقديم لا لا حفظنا المساكين اللي موجودين ويانا بغرف الاعتزال لا لا شلون يعني اتوه
خليها تنسى. انت تعرفين انا ليش بالبدايه قلت لك انه هي ربة بيت يعني ممتازه؟ أي. طبعا شايفتها لانه طباخه ماهره من نوع لا 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 كل شيء هوايه ترتب البيت وتخلي الجدر على بس عادي تطلب دليفري ومرات عادي زيدون يحمي التمن او يطبخ او يسوي تمن كلش عادي. زين بما انه الفريقين عندهم يعني لمسات بالمطبخ شويه فان شاء الله يعني ان شاء الله تقدمون اطباق لذيذه وتنال رضا اكيد شيف خلدون ومشاهدينا ايضا. هسه صار الوقت اللي احنا نرجع نرحب من جديد بالمتسابقين. تفضلوا يمنا شباب. شهد واساور راح يحجون ويا المتسابقين اللي موجودين وياهم بفرقهم ويا اكيد زيدون ويا اركان بس هم ما راح يقدرون يحجون وياهم يعني بس راح يسمعوهم شلون راح يوجهوهم بطريقه التحضير للاطباق اللي اختارها شيف خلدون بحلقه اليوم. انتم جاهزين؟ جاهزين. زين احب اقول لكم شغله هاي بس الشغله الوحيده اللي اقول لكم اياها انه شيف خلدون راح يكون موجود في حال احتاجيتوا مساعدة أثناء تحضير الأطباق بس اتذكروا أنه من يساعدكم هذا الشيء راح ينزل شوية أوكي. من الدرجة الكاملة تمام. للطبق تمام. أوكي؟ جاهزين؟ أطلب منك مساعدة لا ساعدة أنتوا جاهزين؟ جاهزين جاهزين أوكي وإحنا هم جاهزين. أنا وياكم مشاهدينا راح نتوقف مع فاصل بعد الفاصل راح نرجع لكم ونكمل وياكم أهم جولة ببرنامج نجوم على نار الموسم الثاني. ممكن نفوز ممكن نخسر بس انا عندي ثقه تامه انه راح نفوز باذن الله بس ما اتوقع نفوز لانه اركان من نوع كلش حريص بالاشياء اللي يسويها. انا اتوقع بانه راح نفوز ان شاء الله. يعني بصراحه هو مو مهم افوز او اخسر المهم يمشي كلامي على زيدون هاي اهم نقطه. اهلا بكم مشاهدي قناه اليو تي في الفضائيه بهذه الحلقه المميزه من برنامج نجوم على نار الموسم الثاني. احب انوه لكم مشاهدينا ولضيوفنا اللي موجودين ويانا اكيد بالفريق الاحمر والفريق الازرق انه اللي موجودين ويانا بغرف العزل اساور وشهد هم ما يسمعونا ولا يعرفون ايش يدور حديث هنا هم بس راح ينطون التفاصيل لزيدون ولأركان حتى يحضرون الطبخة. أنتوا تقدرون تأشروا لهم وهم راح ينطوكم المعلومات بس أكيد ما تقدرون تحجون وياهم لأنهم ما راح يسمعوكم. تمام؟ تمام تمام تفتهمني منا مثلكم أنتوا قبل شوية أنتوا بصافنين علينا. زين إحنا شباب يفترض أنه صرتوا جاهزين بس حتى تكونون جاهزين 100% لازم احنا وياكم نرحب بشيف خلدون من جديد حتى هو اللي يعرفكم على ادوات المطبخ واكيد ينطيكم بعض المعلومات اللي تفيدكم حتى تضبطون الطبخه 100%. اهلا شيف خلدون. هلا واجين. يا اهلا. ازرق احمر. اخضر. يا اهلا. شلون الصحه؟ اخضر يك. يلا خلينا نبلش بالاحمر بالبدايه. يلا نبدي بالاحمر. هذه المكونات هذه المقادير. شلون تقدر تشغله بهالطريقه هاي؟ يعني شوي تضغط عليه شوي بين سيفتي اشتغل تمام. عندك هذه الطاوله الصغيره طاوله كبيره عفوا وعندك هنا اذا تخلط راح تكون باللحم اللحم هنا عندك كاسه عندك هذه كاسه الصوص وعندك هذه كاسه اللحم تمام. هنا الماعون الفينشينج الفينشينج هنا راح يكون عندك التقديم مع الصوص تمام. الزيت هذا الزبده هذه وصلت اوكي وصلت. الازرق باشا هلا بالازرق هلا شيف عيني عندك أوكي. هذه الطاوله الكبيره اللي راح تحمس بها اللحم. انا اعرف ادوات المطبخ تمام. هذا معالي يسحب هذا حتى لا شو اسمه يعني انسحب يعني اساعدك لو ما اساعدك لا يعني الادوات اعرفها أي. اوكي هذا شلون يشتغل؟ اشتغل بهالطريقه هاي عرفت شلونك أوكي. تختار العين شوي تضغط عليها اشتغل تمام. عندك هذا ماي عندك فلفل اسود وعندك هذا الطبق الاخير اللي تصب به كل المكونات ها اوكي تمام. عندك كاستين اثنين زيت ما راح نستخدم؟ ها؟ زيت ما نستخدم؟ سمعت. زيت طبعا تخلي شويه زيت بعد ما قال بعد ما صار الثاني اوكي ما يصير غش اللحم موجود عندك في الثلاجه فليس منا
تقدر تحمسك فورا، تقدر تسوي لك الصوص والامور تصير طيبه تمام. تقدر تخلط الصلصه بهذه، تسوي الصوص بهذه. الصوص نسويه بهذه تمام. الصوص بهاي دان دان دان. شباب ما عندكم سؤال؟ شيف حماس حماس شاورما بحياتك. شيف حماس اريد طبقين اطيب شاورما بحياتك. الله يا سلام. شيف خلدون قبل ما تغادرنا نحب نذكركم شباب انه شيف خلدون عنده درجه معينه، هاي الدرجه ينطيكم اياها كامله او ينطيكم اياها اقل بشويه على عده معايير هو يحددها حسب بعد. تمام اوكي تمام. انتوا تجهزوا لحالكم اوكي. التايم هو بس 30 دقيقه. اوف هذا الشيء اللي انتم ما تعرفوا، 30 دقيقه فقط حتى يجهز الطبق كامل. تمام اوكي. بعد ما عندكم سؤال شيف خلدون؟ لا هو راح يساعدكم يعني. دلل دلل. شكرا شيف. يلا حياتهم موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. ادعي لنا شيف ان شاء الله. الله يستر. اذا مشاهدينا الفريق الاحمر والفريق الازرق صاروا جاهزين، وهسه راح نبلش احنا وياكم العد 30 دقيقه. جاهزين؟ جاهزين. ليتس جو. زيدون زيدون الطبخه هي قاس اوكي. شاورما اوكي. طلع الطاوه طلع الطاوه. قولي طلعت الطاوه. مستمر عمليات البحث عن ادوات المطبخ. صوص اللحم اللي بيه ابهارات، والصوص الثاني اللي هو الراشي تمام، وليمون ولبن وثوم. اوكي اول شيء هسه تقطع البصل. زيدون بلش بمرحلة الثرم يا جماعة. لا خلصنا بعد. يا سلام. زين اوكي هي هيك لو هيك اوكي هيك. يلا مع زيتون شغل النار ونصيها، شغل النار ونصيها خلي تحمى الطاوله. اوكي حمي الطاوله بس مو كلش عاليه النار، نصيها تمام. اذكركم شباب اذا تحتاجون شيف خلدون هو راح يكون موجود، بس هذا الشيء راح يقلل من التقييم النهائي. تخيلي حجم تنزل الدرجات يا اركان. أركان بلش يحمي الطاوة. زين عابرين شوط احنا اليوم حلو. زيدون زيدون حب اغششك؟ لا لا صوتك حلو غني لنا بشرفك. يلا حسنا لازم يغني لنا يعني يا جماعة ما ترهم. بس خلي اكمل البصل لان راح ابكي. راح تطلع بس وياها اغنية حزينة. يريدوني اغني. اه يا بمرتي ما تقبل اغني هسه، لازم نخلص يلا. زين خلص البصل وغني لنا وراها زيدون. صار لازم يعني ما ترهم. اوكي بما انه عرفوا يشغلون الطباخ فتمام الامور. يعني قلب الطباخ تمام تمام. اوكي خلي الزبد خلي الزبد مو كله زيدون نصه. اذا هذا يخترق يخترق بيستكشف زيدون. نصه نصه هيك شريحه بالطول. عاش اوكي شباب لا تنسون عندكم 30 دقيقة. هاي زيدون هاي 30 دقيقة. خليها اوكي. خلي الزيت هسه حمل الزبد، الزبد مو مثل الزيت يموع يعني بسرعة. لا تخلي الزيت كلش يحترق، خليه بس يحمي. بشر يا اركان. ايوه حبيبي اوكي عفيه بالشاطر. واو لاحظ 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 عزيزي المشاهد شلون يحط المقادير شي ويا شي. لا خلاص خلاص شكلك يا اركان ماشي صح ان شاء الله. زين اركان انت غير الطبخ يعني بالطبخ والله شاطر، هاي افتهمناها. غير الطبخ بشنو شاطر؟ أنا ديزاينر. ندري بحب أساور يعني. لا هي منتهي منها. لا ما تسمع عادي يعني. لا بس نشوفها يعني إنه إحنا بدنا نحكي ترى. زين. ديزاينر. ديزاينر. حلو. يعني إنه تصاميم وكذا. يعني خلص بيتكم إن شاء الله أنت اللي راح تصممه؟ لا مجوهرات. فقط. مجوهرات. تيجي لعد مدللة أساور. منو؟ ما تحبهم. ما هي مشكلة إيه. زين. وغير غير الديزاينر غير التصاميم. قبل كنا طوبه نقدر ممكن نقول يعني مثلنا اربع خمس انديه يعني حلو ايام سوريا. حلو حلو يعني ما شاء الله يا جماعه متعدد المواهب يعني هذول اللي كبرنا عليهم طوبه وهاي الحركات.
حلو. زين. بما انه يعني انت عندك اهتمامات هوايه بالحياه، فان شاء الله تنجح اليوم تجربه الطبخ ويانا. لا هاي سهله. زين تعالوا تعالوا مشاهدينا، تعالوا خلي الروح يم الفريق الازرق يم زيتون. يا زيدون حتى غلطتي باسمك. اقول زيتون يا جماعه. شنو السالفه؟ وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ بعدنا بدنا نستكشف الامور. حلو بدنا نستكشف. زين شنو رايك؟ تستعيني بشيف خلدون؟ يلا. مو احسن لك؟ اي بس يقول لي اسماء احنا على الاقل. يلا شيف خلدون تفضل ويانا. حط على البصل حتى. يا شيف خلدون. هذا شنو؟ هذا بالصوص تخلي. هذا بعد ممكن تحتاج شويه بعد الزبده. اوكي بعد شوي. احنا قسمناها بالنص. التايم يا شباب لا تنسون. زين. عندك اللحم والهذا ما طلعتهم. والله يا جماعه. حمسه للحم حمسه. نحمسه وياها؟ زين هسه انا ساعدتك راح اخذ من عندك نقطة بس اريد اسمع من عندك اغنية. صار. ترجع لي النقطة؟ ارجع لك اياها. صارت يمشي بخلدون. غني. غني لي خليني اكيف. ما هي المدام تقول له ما تقبل تغني. المدام تقول له ما تغني. تريد اذا ما يضبط الطبخه. ليش طبيت انا؟ شكرا علي. اسمع لازم. زين اوكي. اوكي خلاص سمحت لي. يلا اوكي. يا اركان تحتاج مساعده؟ اني؟ لا بس انك ما تفصلوا لي اياها. لا تلعب بحالي. لا بس. سمعي لا يا هوى. لا تاخذ قلبي غصب. لا لا الله الله شوف يا رب طريقك سهرت ليل وليال تنطرت. يا رب طريقك سهرت ليل وليال تنطرت حبيتك وما حصلت غير الملامه والسهر وانت الهوى ما تغيرت والساعة من عمري بشهر. يا لا يا هوى. الله رجع لي صوتك. هذا ما له علاقة بالتقييم مو شيف؟ احسن حط البهارات حتى تتذبل ويا ما تسلقها. اركان دحت وياك. حط البهارات. زين شنو رايك؟ البهارات تنساها. شنو رايك تستكشف اركان؟ ماشي صح ولا اكو ملاحظات؟ مو تنسى هذا قليها. احسنت احسنت ازرق. احسنت صفقه صفقه زيدون. زيدون باقي من اللبن. زيدون باقي من اللبن صفصح وايد. هذا كلش كل نكته ارجع لك. بقيت والله بقيت. زين هذني اللحمتين. هذني هذني. لا 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 مو مشكله مو مشكله. شو اسمك؟ خليت لبن خلصنا منهم ما اريد. كافي كافي خلي الولد يشتغل. حطينا البهارات راشي راشي يا جماعه راشي. الصوص جاهز عاشت ايدك. البهارات جاهزه. هسه ارجع لك النقطه قول لي نكته حلوه. نكته؟ اي شعر عمي يلا. شعر اوكي. اي شعر ممكن اعتقد ممكن. شعر خلينا نسمع شعر. يلا يلا هيجي. عينك على اساور وعينك على الطاوه. يجي الالهام شويه شويه. احبك واللي يحب بلوه. اي والله خلاص بعد ما بكمل هي بلوه. هي وين الله قسمت تروح راحت خلاص بعد راحت وقع الفاس بالراس. برافو عليك الاحمر رجعت لك النقطه. الازرق كان برافو عليك رجعت لك النقطه. يلا تمام دلل وبعد تحتاج شيء. الامور طيبه. شكرا جزيلا. ما تحتاج بعد مساعده؟ يعني المفروض هسه لا. ما عندك صلصه ثانيه على فكره بس ممكن بعد شويه يحتاج. يعني لذلك. لا كل شويه تخلص اللبن ولا كل شويه تخلص الراشي ولا اوكي تمام أوكي؟ تمام تخلطه ويا المايونيز والثوم اوكي يلا. يعني صراحه ماكو هيك مساعده. يعني شيف خلدون كلش هوايه كلش هوايه سهله. شيف لك صلصه بالاخير مو تنساها. مع الاسف شيف. تمام مع الاسف. عاش ايدك يلا موفقين. اني كنت مفكره زيد زيد حط مي بطل اطبخ من كل قلبي. حفظ المقادير. لا ما حفظتها. بس انا هم تابعت هذا الموضوع. بس هيك بس هو لا شلون اقضي عنده الشغل يشتغل قبل ممكن اي ممكن حاب المهنه حاب الطبخ. زين انا اسالك شيء السؤال. اي شنو اكثر طبخه انت تحبيها؟ احبها لو اعرف اطبخها. تعرفين تطبخيها او تحبيها؟ يعني اذا احبها ف
يعني اكيد اذا من الاكلات العراقيه الدولمه بس دولمة. اذا ابتعد شويه عن الدولمه فاروح جدريه دولمه للشباب فدوه للسوشي ومو سوشي والله يلا موفقين شباب ازرق احمر موفقين شكرا 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 شيف راح نشوفك بعد شويه اكيد انا ما راح يفوت هسه حط ملح ملح المملحه المملحه كل سنة شنو باقي على كيف بالملح يلا بلا ذوقه وش تبغى المخرج يقول حتى اصدمكم 20 دقيقه بعد باقي لنا 20 دقيقه زين زيدون حافظ لا ما عين عسل قست صح حلو عينك ميزانك يلا خلي عينك ميزانك على الطبخه وان شاء الله تضبط وياك المقادير لا حطيت يعني تيهته والله تيهته اركان انا انصحك نصيحه شكا انه اعتمد على مهاراتك اعتمد على مهاراتك وجدت وياي اي اعتمد على مهاراتك لانه شكلها اساور راح تورطك اساور راح تقتلني مو حتورطني اوكي اوكي اذا عندك طبق قبقه على مود شويه يستوي اللحم يا شباب يا شباب قبقه حيصير صوص بمثل شويه شويه طبعا شهد تبذل مجهود كلش عالي يعني زي لا تخيب الامال لازم اليوم تنجحون اخلطه الطاوة لا تنساها الطاوة الطاوة أنا بس أسمع الطاوة 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 زيدون الطاوة وبعد شنو راشي خليت حامض أي الوقت ده يمشي ويا الشباب بس شكلهم تمام أنا راشي من عندي بصراحة ماكو راشي هاي عادي أنا شنو العادي هو شنو العادي أنت ما تحكي زيدون ما تعترض ما تعترض أنا ما راح أحكي هسه بالبيت بعدين أوكي أخلطهم اوكي قول خلطناهم ايش قلنا انا زيدون انا اريد اعيش هنا شنو؟ اوجهك وهاي والله على وقت عايشين هنا شنو؟ شنو؟ راح تطلع الحلقه واشوفها اوكي اوكي خلطتها؟ هاي ابوها للصلصه طعمها طيب لحظه الحركات لاحظ يا سلام عليك يا اركان لاحظ استاذ لاحظ والله بصراحه يعني تستاهل اليوم هديه حلوه من الاساور صدق بس هي شكلها تباوع وما مقتنعه يعني ما اعرف ليش الزيت راح يحترق الزيت حيحترق انا دا اشوف راح يحترق يصير ما طيب الزيت اذا يحترق يصير ما طيب حيحترق لا لا ما له علاقه يمي 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 وصلتي يعني صار له هوايه زيت الزيت صار له هوايه اعرف بس وش اكو بعد جزار اكو شنو بعد هذا ما ادري شنو اركان انت ما محتاج مساعده ابدا اطلاقا اطلاقا ثقه عاليه جدا اركان بس دا اعدله حتى شنو الدغدغ الاكل اسطوانه طيب اذا كامل اذا كملت كل شيء نص الاكل ها مو كانت تدور علي هاني اوكي وشنو بعد اضرب شنو لقيتها والله اوكي اساور شكلها ما راضيه اساور ما راضي عليك زين ليش هاي شو تسوي ماذا تسمع انت تعليماتها انتم النسوان ايش يرضيكم كل شيء ما يرضيكم انتم النسوان ايش يرضيكم انتم ما يرضيكم كل شيء لا بس بالنهايه اذا الطبخه ضبطتها اكيد راح نرضى لا لا هاي كلنا والله نسيم من عندها هدر خليه تعالوا تعالوا مشاهدينا تعالوا ويانا خلى خالص او مي بس اشتم ها شوفي لي مكان يا شيخ خلدون عليك يا سلام شوفي لي مكان خلاص هاي انت راح تضمن شكلك مقعد ويا شيخ خلدون ايه ويا ويا بالمطعم حتى شنو اخلص تخلص من منو تحديدا حدد اركان من شغلي اوكي يا جماعه لا نفهم غلط يخلص من شغله لان شكله ده يتعب هوايه بشغله بصراحه اذا رضت اساور فمعناها لما تكملون المطبخ ان شاء الله خلاص انت بعد تستلم المهمه لا انت بعد جنيت على نفسك هي اوريدي علي يعني انت جنيت على نفسك عصبت لا هلا ضجت منه وعصبت علي وايد وجهك صح ولك الصوص هناك بنت كبيره المفروض انت تعرفين شرت الاساور بالسكين لانه ماكو صدعت يعني انا عندي طاوتين مشتغلات واحتريت وضغط وهي تصيح تحكي بجهه وانا اشتغل على جهه. ما اخذت الطبخه هواي عني واني داطين ملاحظه ومدا يباوعني. انا غنيت اخذت راحتي لانه كنت مسيطر
على ادائي بالطبخ. حكيت بزيدون كان يحكي علي لان هو دائما يحكي علي، يعني من احكي كلمه لازم يرجع لي اياها بكلمه تستفزني اكثر. يلا زيدون، حطيت ملح وحطيت حامض وراشي. البهارات زيدون، البهارات. اي هاي بس مو كلها، حط خاشوقه هم. صوت التقديم بدون بخار يسموه طحينية أركان. اي بدون بخار. هذا بدون بخار. زين نشوف زيدون إذا حط صوت. ما أعتقد حط صوت، ها كله صوت التقديم. زين ليش؟ يعني ده توجهني غلط أحس، ما أدري. تحس هذا توجهك غلط؟ إيه أحس، ما أدري. لا يا جماعة، هي مرات تقشمرني بهاي الشغلة. عصب زيدون. لا مستحيل. ما تعصب على شهد. لا لا. وبالحياة العامة تعصب؟ اي طبعا عصب بس. أوكي. مو بس على شهد. لا يعني زيدون هسه حطيت بهارات، حطيت ثوم. هو القصر راح هيك تدخلون بضغط نفسي اكثر لان صار لازم تحضرون الاطباق. ولا تنسون طريقة التقديم يا شباب. بعد شنو عند روزميري؟ روزميري كليل الجبل. اوكي يعني بصراحة بودي اقول له زيدون غني لنا بعد اغنية. والله اي عادي، والله غني يعني بلكي شوية تسترخي اكثر لان شكلك صرت عصبي. لا يقول مدى توجهني صح. وهم زين هي مدى تسمعك بصراحة. زيدون وينك ومن عندك هذا الحكي؟ الله. حطيت كليل الجبل. اخلطهم زين زيدون. انا راح اهدي لها اغنية. تهدي لها لها شهد. يلا زيدون اسمعني. هذا مو انصاف منك غيبتك، هلقد تطول الناس لو تسألني عنك. شرد جاوبهم شقول الناس لو تسألني عنك. شرد جاوبهم شقول. الله 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 الله. يا سلام يا سلام. بس تأخر شوية. يا سلام. هاي لما يسألوك على طبق الشاورما شو تجاوب؟ شو تقول؟ شو اقول؟ اي والله ما ادري احترقت ما ادري بعدها. انت ليش صاير عصبي علي؟ ما دام تنفق ما دام هيك بدك تحط صوص على اللحم. المفروض انت تعرفين انا قلت لك من البداية ماكو صوص على اللحم. صاير عصبي علي على شنو؟ الروح يا ماركان. ماذا توجهيني؟ ده تقلقيني بس. ماذا توجهيني؟ ده تقلقيني بس. اسمع يقولها ده تقلقيني. بقى هاي ثومية. يعني صراحة العشر دقائق أنا أكد لكم أنه راح تمشي بسرعة لأن هي الدقائق الأخيرة بالبرنامج. صح راح يزيد عندكم الضغط أكيد النفسي لأنه كل واحد بيكم يريد يقدم الطبق على أكمل وجه حتى يرضي شيف خلدون. زيدون عشر دقائق هو الوقت المتبقي. أركان عشر دقائق هو الوقت المتبقي. نعم شيف خلدون. زينة شيف خلدون صار لازم. هي طيبة بعد ما احكي وياك صار لازم وبعد ما احبك شوي لان انت بدك تسمع كلامي وصدت مني وعصبت علي وغمضة وجهك بصراحة. هاي الصلصة مو مال التقديم وزعلت. فريق الأجزاء خليت الصوص هنا وين؟ رجعها على النار خلت تستوي. اوكي خليتها مو هي. هذا الصوص هذا مو ثومي، هذا مايونيز. هذا مايونيز ايه. اوكي نفس تاخذ من عنده شويه حتى تخلط تسوي. خلي لك شويه بهارات، شويه ملح، شويه لبن، شويه راشي. اي خلي اوكي شويه راشي، شويه لبن. اوكي هذه يحتاج بعد شوفها ناشفه يحتاج لها الصوص. لازم منها تخلي الصوص حتى منها تقريبا اللي هو هذا الصوص. اوكي خلي شوي شيف خلدون. انا هسه راح اروح ارجع لكم بعد شويه. يلا بدك همه البهارات من كل الانواع. هسه هذه البهارات عندك. هذه البهارات خليت وهاي. يلا خلي شوي من هاي لا هذه مال قص. هاي خلص. هذه خلي شوي شوي عادي. خليت بعد ملح شوي. ملح شوي مبين الوضع هنا وضع عصبي كارثي. تمام التمام الازرق. هسه هاي اسرع 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 اريدك اسرع. هسه خليها هنا. لا تنسى لا تنسى ترى الخضروات اللي خليك اياها انا للقرنش. اريد بعد مخيلتك انت لحد ما احبك بعد لا تطوعني. انت عصبت علي انا دخلت انت معصب 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 حتى ما قلت يا حبك ولا اشرب علي اي شيء.
معود. ها اوكي هذا العد شنو شوي اسوي لك اسمه اي اسوي لك شويه صوص صينالة للقارنش. اوكي يلا راحت من عندك نقطه لازم تعوض لي اياها زيدون وراها تخليها قبضوقها قبضوقها حتى يقل الصوص تعالي ناطش كلها حارقه يا باشا يا باشا ما يصير ما يصير هاي مخالفه لقوانين البرنامج ما يصير ما يصير نهائيا لطيف لطيف نظافه شوف النظافه افتهمت ايه افتهمت والله والله افتهمت بس نهايه الحلقه ما اقدر اركز اكو مفاجاه وهي ما اعرف يمك المفاجاه ها لا تخلي حضر لهم اياها يلا ازرق فدوى قلبك اشياء القرنش والخبز بعدك لحد الان ما مقليه زين فد موال 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 حتى ارجع لك اياها باقي لنا ايش قد من الوقت شباب انا اشوف نقط تصعد وتنزل وانا هنا أنا شنو بوابه انا هنا هسه جاي قلت لك باقي لنا من الوقت خمس دقائق خلاص شوف خلدون انا انسحب شكرا لك خلاص بعد ساعدتهم بما فيه الكفايه واحنا ما يصير نساعدكم اريكم ترضوني ها اوكي يلا موفقين طاوله جديده وزيت بسرعه بسرعه يعني كان انت هسه تحس نفسك وكانما خلاص يعني مسيطر مو طبعا بس اتذكر اكو طريقه تقديم اطباق معينه واكيد اكو طعم الى درجه خاصه من شيء انت اصلا ما مهتم لي اوكي هذا اكبر عين هذا اكبر شيء يشتعل بالدقائق الاخيره من الجوله لا نفوز ان شاء الله عليها النار لا تخاف تذكر يا زيدون اكو اطباق خاصه يلا بالتقديم يلا زيدون يلا اوكي ما يصير نستخدم اي طبق اكو اطباق خاصه للتقديم للشكل النهائي للاطباق اللي حضرتوها ولك الصوص هناك بنت كبيرة يا جماعه عفية 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 شاطر شاطر واذا طلع طيب اني ما مزعلتك تجيب لي ورد دا احكياك دا تأمر تجيب لي ورد وراح اكل طبقك ويا بيبسي والبيبسي بيه ثلج وراح اكله هذه توجيهات اساور لا لا دا تقول لي انه داريت بيبسي ويا الاكل انا عبالي هي دا توصيك انه طيب تجيب لي ورد واذا مو طيب ازعل عليك زين من الفايز بهالموضوع كل الاحوال هي الفائده شو الاستفاده بالموضوع ايش قد باقي لنا وقت شباب اي لون لون الوقت المتبقي دخله هو بس دقيقتين يا زيدون نعم باقي لنا دقيقتين اوكي يا كفي وترفعون ايدكم عاش عاش وخلاص اركان خلاص عين غطا وعين فراش عاش عاش اركان اوكي الا ذاك الجزرائي يمكن يمكن شيخ خلدون هسه يتذكر انه لا والله يعني راد لهذا الطبق طبق حلو ثاني بعد انا اللي سويته هذا عاد انت بالحلو شاطر؟ انا بالحلو؟ اي قريب واو بالقريب يعني لا يا شيخ خلدون فاتتنا هاي كان يفترض نخلي وياها قريب المفروض ويا قريب شيخ يلا على الجاي طبعا مو خلدون اشوفك مسترخي ومرتاح خلصت شيخ خلدون الله شيخ خلدون شيخ خلدون وزيدون والله تيهت بالاسامي يا جماعه والله تيهت بالاسامي يا جماعه تعال تفضل اهلا وسهلا احس كانه ضغط علي انا اللي دعطبه شيخ اسال ساعده خطيه والله خلصت غنان وسوى كل شيء يعني بذل مجهود وخلاص فاجئني خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد خلاص ارفعوا ايديكم شباب خلاص يا سلام صفق من هسه هي بعدها ما تعرف شنو السالفه الله يستر شبابنا الله يستر شنو طيب شبابنا هسه احنا اوكي راح نطلب من عندكم انه تبقون في اماكنكم تمام راح نروح فاصل وبعد الفاصل راح ارجع واشوفكم انتم الاطباق اللي حضرتوها خليكم ويانا مشاهدينا فاصل وراجعينكم من جديد اهلا بكم مشاهدي اليو تي في الفضائيه وهذه الحلقه المميزه من برنامج نجوم على نار الموسم الثاني صاروا المتسابقين من الفريقين الاحمر والازرق موجودين ويانا اهلا بكم من جديد شباب أهلا وصلنا احنا للحظات الحاسمه قبل ما نعرف راي الشيف خلدون انا راح اطلب من عندكم انه تلبسون هذه اللي موجوده ويانا على الطاوله هي ما راح تخليكم تشوفون بس هالمره كلكم راح تسمعون ساعدوا بعض يا شباب
أني راح أنطي بالبداية من طبق منه ومرة ثانية من طبق منه، وراح أخذ آراءكم بعدين. راح أبدي ويا الفريق أحمر. شهد الأول والثاني. الثاني هذا الثاني. الثاني أوكي. وزيدون قال الثاني. أساور قالت الثاني. وأركان أمانة مدى فرزن اثنيناتهم. خلاص تقدرون تفتحون عيونكم. هذا الثاني ما لازم. الثاني تريدين تعرفين الثاني طبق منه؟ المفاجأة، الثاني هو طبقكم. واو. اوكي على حسابي. هسه بعد ما اخذنا ارائكم بالاطباق اللي انتم عديتوها اليوم ويانا، صار لازم نتعرف على النتيجه النهائيه، واكيد هي الحاسمه واللي راح تحدد يا فريق منكم اللي راح يربح ويانا. يتفضل من جديد شيف خلدون. داري هاي تمام. هاي مو تمام. هذه لا خليته مثل ما هو. اوكي هاي تمام. في هذا الموسم راح يكون التقييم المهم جدا هو نظافه المطبخ قبل الاكل. فالنظافه راح تكون مهمه. ما قالوا بالله. هاي لازم مو الا علمك، لازم تكون انت من ذات اهتمام بالنظافه. من ذات الشخص. هسه راح نجي شباب ركزوا. هسه احنا زعلنا. ماكو وقت خلاص. هسه صار لازم تركزوا. خلص وقتكم. الوقت الان يمشي بخير. نظافه مهمه. لذلك هاي النقطه انحسبت. اوكي المن عادي نطيهم. صفقوا اغنيتين على خمسه طلبات. نبلش بالفريق الازرق. اوكي يلا شوي نرفع من معنوياتهم شيف خلدون. على اعتبار انه بدايته يعني ما تبشر بخير. اوكي شوي خلينا نبلع حتى نبين. ولدان ما هو اللي يشوف يعني تعابير وجهك شيف خلدون يعني يقول انه يعني الامور مو كلش مبشره بالخير بصراحه. لا ليش هيك؟ هسه هذا الطبق، طبق الفريق الاحمر، الطبق اللي حضر لنا اياه اركان. وطبعا ويا شويه ملاحظات من اساور. ثلاثه مستويين بطريقه زينه. اوكي تمام. القرش هنا مو كلش الفاينل لطيف. الخبزه وينها؟ موجوده جوا. جوا لا تتخلى بالصفحه حتى تبين. ما راد لها شيء. هاي راد لها شيء. انت تريد هاي الخبزه هم جوا لا تتخلى بالصفحه حتى تبين الخبزه اكثر. بس مبين ويا الطبق. مو احنا من اشترينا فر الشاور ما نطلع الخبزه من جوا. القارش هنا لطيف. هنا هم خسرت نقطه. هنا صارت عندك عندنا نقطه. اوكي تمام نروح الطعام. بس انت قلت له عنده نقطة لأنه غنى. هو عنده لأنه نقطة صح. على أغنية بخمس نقاط. والله علي يعطيك 10 بصراحة. بالنسبة لي 10 نقاط. بالنسبة لي يعطيك 10. يلا صراحة راح أحط هنا 7. أوكي تمام. وأنا راح أحط 8. فاموس. كان ممكن أنت تفوز لو كان تقييم المطبخ بالاخير. اقيم اساور كمساعد الطباخ 10 خلينا نقول، لان ملاحظاتها مهمه وبمكانها، بس احيانا كثر الحكي يدوخ انه ما يخليني اعرف اركز. اقيم اركان كطباخ 10.5/10. رايي بالتقييمات اللي انطاها الشيف كانت منطقيه، لانه انا فاتتني موضوع تنظيف الكاونتر وهاي الاشياء، ما لميت الغراض وياي لانه ما لحقت بالوقت. النتيجه اللي انطاها الشيف ما كانت مرضيه ابدا ابدا ابدا. الاكل تمام. والقرنش ايضا نظف بعد نظف يعني ما لحقت والله. لا بس ملاحظه مش المشاركه ولا لا هو قال زيدون صار دائما ارتب المطبخ. لا انت كنت جدا قريب من الفوز. يعني انت كنت جدا قريب من الفوز. جدا قريب. يلا يعني انت دائما ترتب مطبخ. انا السيزون الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. ما تستفزنيش.
عاشديك بس لازم احرقهم، الخبزه محروقه من جوا. لا 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 هذه الخبزه مالتي ما بيها شيء. خلاص لا 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 ما يصير. لا لا ممكن صح ممكن بس لانه انتم اثنيناتكم خليتوها لي جوا. لو انت خاله صفحات كان صارت انه قلت لك انت كنت جدا قريب للفوز. يلا الحمد لله مو مشكله فاز فاز بالمطبخ. لا حد يزعل مني اكيد بالعكس اكيد يعني انا مستحيل اطبخ هيجي بس اكيد المقادير فكره يعني اول مره اول شاورما احنا قلنا لكم انه شيف خلدون هو موجود حتى يساعدكم هوايه طلع كلش سهل. ارجع سوال دائما الاكل البسيط السهل السريع لطيف جدا. طبعا شكرا جزيلا لك شيف خلدون. مبارك للفريق الاحمر. شكرا جزيلا. شكرا 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 شباب اريدكم شويه تتقربون من عندي. ما نقدر احنا ربحنا اليوم شوفتكم وانتم اكيد ما خسرتوا لانه اكو هواي ناس تتابعكم واكيد شكرا 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 بعدين نتفاهم. شكرا لكل مشاهدينا واكيد انتظرونا بحلقه جايه من برنامج نجوم على نار الموسم الثاني على اليو تي في. باي باي باي. قولوا باي.